مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار، مع حلقة جديدة هنتكلم فيها عن كل ما هو جديد في الشارع الاقتصادي والاستثماري على أرض مصرنا الحبيبة. هيكون لينا النهاردة لقاء هام جدا مع اثنين من متخصصي الاستثمار والاقتصاد في مصر، مع الأستاذ عمرو جوهر عضو مجلس النواب لجنة اقتصادية، ومع الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة الصناعات لمواد البناء. هنبتدي بس في البداية بمجموعة من الأخبار السريعة اللي حصلت على الساحة الاقتصادية في خلال الأسبوع الماضي. كان من أهمها افتتاح سيادة الرئيس لمجموعة من المصانع والشركات والطرق الجديدة بمحافظة السويس. مجموعة من المصانع بتعمل في مجالات مختلفة في الحديد والصلب والرخام وبعض المشروعات البترولية، بالإضافة إلى شبكة كبيرة من استكمال شبكة الطرق بمنطقة السويس. سيادة الرئيس كلف المسؤولين بإنهاء الأعمال النهائية لافتتاح نفق الجديد الأنفاق الجديدة بمحافظة بورسعيد. ابتدى على أن يكون بداية عمل هذه الأنفاق في بداية شهر 11 القادم إن شاء الله. هنتكلم مع بعض النهاردة عن اتجاه السوق واتجاه الشارع المصري واتجاه الاستثمار ناحية مصر، مع السادة الضيوف معانا النهاردة. هنبتدي مع أستاذ عمرو جوهر. مساء الخير أستاذ عمرو، ازي حضرتك؟ أخبار حضرتك؟ جوهري، هم كاتبين جوهر والله، معلش. أوكي. أستاذ عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور كمال نائب رئيس غرفة الصناعات مواد البناء. تمام كده؟ ولا في حاجة فيها تعديل؟ نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية. تمام. طيب نبتدي في البداية. خلينا نقول احنا النهاردة بقى عندنا ظاهرة في الشارع الاقتصادي المصري ان في بعض انخفاض في أسعار مواد البناء. انت هتبدأ بمواد البناء على طول؟ ماشي. لا انا هبتديها بس من ناحية ايه؟ ان احنا نقول هل دي مؤشر لبداية نجاح المنظومة الاقتصادية اللي تم العمل بيها؟ هل دي نتيجة ليها؟ يعني احنا لما ابتدينا نعمل اعادة هيكلة الاقتصاد المصري، تمام؟ هل من نتائج الهيكلة اللي حصلت للاقتصاد والمشروعات اللي اتعملت الجديدة واللي حصل على الشارع الاقتصادي، هل دي بوادر النتائج بتاعته؟ لا، يعني هو اولا طبعا الموضوع ما يتخذش بهذا الشكل، لان الوضع الاقتصادي في مصر له ظروف خاصه وله تداعيات واحداث بتحصل بتختلف عن العالم الخارجي. الظروف عندنا في مصر ما بتتحكمش فيها جوانب اقتصاديه بشكل الكامل، لان ممكن في عندنا ممارسات احتكاريه، في عندنا تدخلات في بعض الاشياء، في عندنا جوانب كثيره بتؤثر على الاسعار في مصر. لكن التحسن الطفيف اللي حصل، طفيف، هو رقم مش كبير، اسعار لما زادت برقم كبير جدا، مش في مواد البونة بس، زادت في السلع وفي الأغذية وفي المشروبات وفي كل الوسائل اللي بيستخدمها المواطن، بالإضافة طبعا تحرير سعر الصرف، أيضا بعد ذلك تحرير أسعار المحروقات، كل ده عمل بشكل كبير رفع الأسعار. أيضا ارتفاع سعر الدولار في الفترة السابقة أيضا كان له تأثير بعد التعويض. قطعا اكيد بعد التعويم، احنا كنا بنتكلم في 9.88 او بنتكلم في السوق السوداء عماله ب 13.5 14.5، لما وصل 19 و19.5 و20 فطبعا الاسعار ارتفعت بشكل كبير. احنا وصلنا معدل تضخم اكتر من 35.5%، ده رقم ايضا عمرنا ما سمعنا عنه في مصر. فكل الاحداث دي طبعا كان لها تداعيات على السوق. للاسف الشديد بعد ما نزلنا بالتضخم مثلا لرقم احادي كما تحدث البنك المركزي، المواطن ما شعرش بذلك، يعني ما شعرش ان في تحسن في الاسعار، لان الاسعار كانت فجوه كبيره. فالارقام اللي بتحدث فيها تعديل ممكن ما بتنعكس على السوق مباشره او لم يشعر بها المواطن مباشره. لو هنتكلم على مواد البناء، مواد البناء ليها ظروفها الخاصه. مواد البناء ليها يعني مثلا هنتكلم على الاسمنت والحديد، في كثيرا من الصناعات اللي هي الاستراتيجيه بتتاثر. في عاملين تحدثوا الفتره اللي فاتت ممكن يكون لهم تاثير. اول حاجه تخفيض سعر العمله، سوري، تخفيض سعر الفايده.
الفايده لما اتخفضت بنكيا من البنك المركزي كان ليها تاثير على كل قطاعات الاستثمار والصناعه. طبيعي انت كنت بتاخد تقترض بمبلغ معين، لما تخفض لك الفايده 1% و2% و2.5% طبيعي ان التكلفه بتاعتك هتقل. الحاجه الثانيه كمان القرار الصدور تخفيض سعر العمله، الدولار لما كان 18 وشويه النهارده 16 و10 16 و12 سعر الدولار بيأثر معاك، السعرين دول بشكل او باخر بيأثر. حصل تخفيض طفيف في اسعار المحروقات ربع جنيه، حاجه طفيفه يعني كلام مش يعني مش منطقي، وانا هنذكره بعدين ان المفترض كانت المحروقات تتخفض بنسبه كام. يعني التخفيض اللي حصل حصل تخفيض طفيف، لكن كان مفترض نوصل اعلى من كده. لو احنا قسنا سعر الدولار مع سعر برميل البترول العالميه كان مفترض ينزل بشكل او باخر. بدات كمان الحكومه دلوقتي تحفز الصناعه المصريه وخاصه الصناعات الكبيره انها تديها سعر الغاز باسعار مخفضه، فبدا فيها كمان جانب اخر على ان انت تخفض خاصه الاسمنت والحديد والمصنعات الكبيره اللي بتاخد عماله كثيفه، فبدا كمان في تحفيز ليه من استهلاك الغاز ليه. المنظومه دي كلها على بعضها الثلاث حاجات دول انا شايف ان هم بنسبه كبيره جدا ما هيهدوا اسعار السلع ومواد البناء. السلع الغذائيه والسلع الاستراتيجيه لها حاجه، لكن مواد البناء انا شايف ان الثلاث نقاط دول ليهم تاثير مباشر عليها. بالاضافه طبعا مصنع القوميه الاسمنت اللي اتقفل، كان الطن الاسمنت ب 830 جنيه وقت المصنع ما شغال عشان مصنع الحكومه او مصنع الدوله، فضلوا يضغطوا عليه مصانع الاسمنت لحد ما قفلوه، اتقفل المصنع راحت الاسعار زادت بعد القوميه الاسمنت ما حصلت. يمكن انا كنت عامل لجنه تخصص حقائق في القوميه الاسمنت بالذات عشان ال 2200 عامل اللي هم للاسف الشديد ما عرفناش ان هم يبقوا على المصنع، وسبب الاهمال اللي حصل من الوزراء الكثيرين اللي تعقبوا على التجاره والصناعه وقطاع الاعمال ولم يتابعوا ملف القوميه الاسمنت. وللاسف الشديد هندخل على مصنع الحديد والصلب لاحقا ايضا، وبرضه انا هعمل طلب احاطه فيه واستجواب يمكن عليه، لان برضو دي من الصناعات الاستراتيجيه القوميه اللي لابد ان هي المحافظه عليها. ده بشكل ايجاز عن مواد البناء. ممكن بقى اكمل في الحاجات النقاط الثانيه بعد النقطه. تمام. طيب حضرتك تعقيبك ايه على موضوع انخفاض مواد البناء في الفتره الاخيره؟ هو طبعا انا بتفق مع سياده النائب في مجموعه من العوامل حدثت مؤخرا ادت الى تراجع اسعار مواد البناء. لكن اللي انا عايز اقوله ان بخصوص المنظومه الاقتصاديه او عمليه تحرير الاقتصاد المصري بصفه عامه، لما الاقتصاد المصري قررنا ان احنا يعني او قررت الدوله ان هي تعمل عمليات اصلاح جذري او اعاده الاقتصاد الى الطريق الصحيح، حصل عمليه تضخم كبيره جدا زي ما ذكر سياده النائب. طبيعي مع زيادة التضخم بهذا الشكل فجأة في السوق يحصل ارتفاع وارتباك في كل الأسعار وفي الأسواق بصفة عامة. لكن أنا برضو قلت ساعتها في 2016 إن ده هيبقى مؤقت، وهيبتدي بمجرد الاقتصاد المصري ما يمشي في الاتجاه الصحيح هيحصل استقرار كبير وهيحصل تراجع كبير في الأسعار. اللي حصل فعلا دلوقتي في مواد البناء إن هي رجعت تقريبا لأسعار 2010، يعني ما قبل عمليات التحرير. تحرير سعر الدولار طبعا. تمام. زي ما ذكر برضو سياده النائب ان كان السعر تقريبا 800 جنيه او 850 جنيه، النهارده الاسمنت بقى ارض المصنع من 760 ل 900 او ل 800 على حسب النوع. تمام. الحديد نفس الحكايه. المشكله في الاقتصاد زي ما انا قلت او ذكرت ودايما بقول ان هي معادله ما بين العرض والطلب. إذا زاد الإنتاج عن الطلب هتبتدي الأسعار تنزل والمنافسة هتزيد والجودة هتزيد، وفي النهاية المستفيد هو المستهلك والدولة. تمام. لأن في النهاية الإنتاج هو اللي هيصب في الموازنة العامة بتاع الدولة، لأن النهاردة مصر ما زلنا رغم كل التقدم اللي حصل في خلال الأربع أو خمس سنوات الأخيرة من ساعة يعني من 2014 احنا ابتدينا القصه، لكن في 2016 بعد ما حصل عمليات تحرير وحجم الانتاج اللي زاد سواء في الاسمنت او في الحديد او في الرخام او في الصناعات الكبرى، حجم الانتاج تقريبا تضاعف، وبالتالي المنافسه زادت، وبالتالي الطلب زاد، العرض زاد، فبقى في نوع. لكن هو في الحديد بالذات في عوامل خارجيه مؤثره، في عامل خارجي مهم جدا ان الماده الخام بتاعتها او البلت والخرده دي ماده معظمها مستورد ولها سعر عالمي، والسعر العالمي بيأثر في سعر المحل. السعر تقريبا نزل حاجه بتاع 100 دولار الشهر اللي فات ده، فعمل نزول كبير بالاضافه الى تخفيض سعر الطاقه، لان الحديد اتخفض له سعر الطاقه من
تقريبا 8 دولار للمليون وحده حراريه وصل لخمسه. تمام. فالفرق بقى كبير، فالاسعار نزل بشكل كبير، ونتوقع في ظل يعني زياده الانتاج اللي موجوده دلوقتي هيحصل، ممكن يحصل نوع من التراجع الطفيف تاني. لكن انا عايز اقول ان في ظل اتجاه الدوله لسياسات السوق الحر، نبقى احنا متوقعين ان هيحصل في انخفاض وارتفاع، لكن هنبقى في النطاق الطبيعي. تمام. طيب النقطة بس اللي مهمة قوي ان النهاردة معظم اسعار السلع لها سعر عالمي، يعني تكلفة الانتاج بتاعها بيبقى معروف على مستوى العالم كله، بتزيد وتقل جزء بسيط في المصنعية، في الطاقة، في يعني بعض الامور الخاصة بكل دولة. طيب. فالنهاردة احنا عشان نعمل سلعة تبقى منافسة سواء للسوق المحلي او للاسعار العالميه، لازم نبقى عارفين تكلفه السلعه دي هتبقى عامله ايه، ومنافستها مع الدول الاخرى المنافسه لينا هتبقى ماشيه ازاي. تمام. طيب نرجع لسياده النائب. حضرتك في الفتره الاخيره بعض القوانين او التشريعات ماشيين فيها خاصه بالفرص الاستثماريه او تسهيل اجراءات المستثمرين في مصر. يعني احنا بعد قرار تحرير سعر الصرف وبدايه البرنامج الاقتصادي عملنا تشريعات اقتصاديه واستثماريه كثيره جدا، عملنا حزمه من التشريعات كلها خاصه بالاستثمار لتشجيع الاستثمار، منها قانون الاستثمار، قانون الشركات، قانون الافلاس، عملنا قانون حمايه المستهلك كمان، في مجموعه قوانين كثيره. لكن هي مش مشكله في القانون، مشكله في التطبيق. للاسف انت عندك مشكله في مصر في تطبيق القوانين، وفي جانب يعني انت تقدر ان انت تشتغل على القوانين، الاليات بتاعه التنفيذ، اليات يعني التنفيذ. فانت عندك مشكله. يعني احنا بنتكلم في استثمارات، مفترض ان مصر كانت بعد تحرير سعر الصرف تجذب استثمارات كتير، فوجئنا في 18 19 انخفاض معدل الاستثمار في مصر الاجنبي المباشر اللي هو بيجيب لي عمله صعبه مباشره، وصل حوالي 5.9 مليار دولار، مقارنه بنعامل اللي قبله كنا 7.7 مليار. فانا عندي انخفاض في الاستثمار، فده لازم اشوف عندي مشكلته ايه. انا عملت قوانين وتشريعات. هل ده سبب الاجراءات؟ لا، يعني مش سبب الاجراءات، ده هو المفروض الاجراءات تحسن للاستثمار، لان بالزبط. انت الجنيه بتخليه 17 وب 18، فطبيعي ان المستثمر هيجي يكسب. تمام. بتخلي له كمان ان الطاقه والظروف والمحيطه بيه، وبتدي له التشريعات والشباك الواحد والخدمات اللي بتعملها، المفروض يجي لك استثمارات. يبقى احنا عندي مشكله في وزاره الاستثمار مش قادره تجذب استثمارات، عندي مشكله في الجانب ده. وانا قلت قبل كده اكتر من مره الاستثمار فيه مشكله، فده لازم اشتغل عليه. لان انت دلوقتي هتجيب منين عمله صعبه غير لما تكونش تجيب استثمارات اجنبيه مباشره؟ فانخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر احد الاساسيات السلبيه في برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي هو الاحداث اللي حصلت. الحكومه بتتحدث على بعض ارقام نقولها سريعا. زياده معدل النمو، اوكي، في فعلا معدل نمو زاد، كنا بنتكلم في 3.4%، زاد وصلنا 5.6%، ومستهدف في 19 20 نخلص الميزانيه الحاليه نوصل ل 6%، فده معدل نمو جيد. الحكومه بتتكلم في انخفاض التضخم، انخفاض التضخم ماشي، وصلنا 24 25 وصلنا لحد رقم 1.9%، المواطن مش حاسس بيه، فالحكومه هي اللي حاسه بالانخفاض، فماشي مفيش مشكله. لكن المواطن لم يشعر بانخفاض التضخم. الارقام بتتحط على سلع ومنتجات معينه، مش هي كل السلع الاساسيه اللي بيوصل للمواطن. وفي نفس الوقت انخفاض المؤشر التضخم رقميا ممكن يكون بمعدل يشعر به بتباطؤ زياده في الاسعار، وليس بنزول الاسعار كما كانت قبل تحرير سعر الصرف. الرقم الثالث اللي ممكن نتحدث عنه انخفاض معدل البطاله. معدل البطاله كان 12.5% او 12.4%، انخفضت ل 8%. ده فعلا نتيجه المشروعات القوميه، نتيجه المشروعات اللي تمت واتفتحت الفتره السابقه، البنيه التحتيه اللي بتتبني. احنا في مرحله بنى حاليا مدن سكنيه وطرق وكباري، شغلت جزء كبير جدا من الشباب ومن الناس. لكن هل بعد ما تتوقف هذه المشروعات او تنتهي، الفرص الاستثماريه او فرص العماله دي هتروح فين؟ عشان كده انا بتكلم في استثمار اجنبي مباشر. استثمار اجنبي مباشر يعني بيعمل لي مصانع، بيعمل لي شركات، فالفرص الاستثماريه وفرص العمل ممكن تقعد 20 و30 سنه. طب انتوا ما بتناقشوش في المجلس ان انتوا تعملوا مثلا تعديل للمنظومه الضريبيه بحيث انها تبقى محفزه؟ انت عندك منظومه ضريبيه يعني في قانون الاستثمار بتدي. احنا كان عندنا الاول كان في اعفاءات متكامله،
ما انت عندك في قانون الاستثمار الجديد بندي في ثلاث مناطق الف وب وج، بندي اعفاءات بتصل لحد 80% من حجم المشروع بتاعك، ممكن تاخد اعفاء من 8 ل 10 سنين. قانون الاستثمار فيه الجانب ده، والضريبه اللي انت بتتبعها في مصر اللي هي يمكن بتعتبر عالميا كله ماشي في رينج 22.5% و14% القيمه المضافه والخدمات بتاعتك، فانت ماشي في الجانب ده. لكن انت عندك مشاكل اساسها في الصناعه. لما نيجي نتكلم في تحليل سعر الصرف واجراءات اتخاذات والصناعه، صادراتي ما تتخطاش 17. لو احنا هنتكلم من الصادرات الغير بتروليه، يعني الصادرات بدون الجانب البترولي، الصادرات بتاعتي في الجانب ده بتتكلم في 16.9 مليار دولار، ده رقم ضئيل جدا. طيب منهم هتلاقي مثلا 4.5 او 5 مليار صادرات زراعيه، فانت الصناعه فين اللي هي بتعمل لي القدره وتعمل لي طفره؟ الجانب الثاني وارداتي كام؟ 55 مليار دولار من غير الصادرات البترولية والواردات البترولية، فأنا عندي هنا عجز في الميزان التجاري بيوصل ل 38 مليار دولار، ده أيضا رقم كبير جدا بيأثر معايا. السنة دي كمان 18-19 عندي عجز في ميزان المدفوعات 100 مليون دولار، هو ممكن ما يكونش رقم كبير لكن أنا كان عندي فائض العام الماضي 12 مليار دولار، ده أيضا نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها وانخفاض الدخل اللي داخلي العملة صعبة عمل معايا هذا الرقم. صندوق النقد الدولي لما بيجي مصر أو موجي مصر الغرض الأساسي بتاعه إيه؟ إنه يعالج لك ميزان المدفوعات. فإحنا بنتكلم إن أنا ميزان المدفوعات عندي فيه مشاكل، عندي في الميزان التجاري مشاكل، عندي في ميزان المدفوعات مشاكل. الحاجة اللي حصل التحسن لما نيجي بنتكلم على معدل النمو زاد الفترة اللي فاتت في أنهي قطاعات؟ هنلاقي معدل السياحة زاد 25.6% معدل نمو. وصلت لي الانكم بتاع السياحه السنه دي من 12.5 مليار دولار، وده رقم كويس جدا، عندنا تحسن في قطاع السياحه بنسبه جيده. معدل الاستثمار في المواد البتروليه والغاز الطبيعي، عندي صادرات مواد بتروليه 11.6 مليار دولار، وعندي واردات 11.5% واردات مواد بتروليه، فايضا عندي وفره في هذا الجانب. فدول الحاجتين الاساسيين اللي هم زودوا لي معدل النمو بالاضافه للاستثمار العقاري. لكن تعالى بقى الاستثمار الصناعي اللي هو كان المفترض البنيه الاساسيه اللي احنا نشتغل عليها عشان اقدر اصدر. طب انا عندي حاجتين في الاقتصاد، لو انا ما قدرتش اصدر عشان مثلا ممكن مش عارف ادرس الاسواق بره، ممكن عندي مشاكل مش عارف المعارض بتاعتي مش عارف اعرض منتجاتي، مش عارف دراسه للاسواق، ما هو التصدير ده مش سهل، التصدير ده عايز ناس تسافر وتفتح معارض وتدرس السوق مش سهل. احنا للاسف عندنا في مصر ما فيش الكلام ده خالص. يعني كل بس اوكي من سياده السفير جمال بيومي امين عام الاتحاد المستثمرين العربي. مساء الخير يا سياده السفير. مساء النور، اهلا بيك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. كنا عايزين احنا بنتكلم عن الاصلاحات الاقتصاديه اللي حصلت في الفتره الاخيره، وكنا عايزين نشوف راي حضرتك في نجاح خطه الاصلاح الاقتصادي وتاثيرها على السوق المصري. حضرتك شايف ايه؟ والله لازم اصدق كل اللي بيدرسوا هذا الاقتصاد، لان ما فيش واحد فينا بمفرده يقدر ان يقيم بمفرده، وانما كل مؤسسات التمويل الدوليه سواء الصندوق، البنك، مؤسسات تقييم التقدم الاقتصادي كلها بتقول، وانا اصدقها، ان كل مؤشرات الاقتصاد المصري تتجه اتجاها تصاعديا ايجابيا. تمام. وده شيء جيد. تمام. خصوصا بركز على نقطتين، ان الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بلغ منذ يومين 45 مليار وتخطى هذا الرقم، وهو رقم لم تصل اليه مصر ابدا. بيرد علينا واحد بقى عاوز يعكسنا، يعني يقول لك طب ما هو في ديون يا سيدي، الديون دي على 30 سنه، لكن الاحتياط النقدي بتاعي موجود في جيبي استطيع ان استثمره واقوم باللي انا عاوزه. الرقم الثاني الملفت للنظر ولم تبلغه مصر ابدا، تحويلات 11 مليون مصري من الخارج الى بلدهم اللي بلغت 26 مليار دولار. ده رقم عالي بالنسبه للتحويلات من قبل كده. بس لم يحدث من قبل. برضه رقم ثالث لم يحدث من قبل، وهو عائدات قناة السويس اللي حققت في الشهر الماضي أعلى عائد في شهر واحد منذ نشأة قناة السويس. يبقى رقمين. تمام. واحد معدل الاستثمار الوارد إلى مصر، ومعدل الصادرات المصرية، وكلاهما بيتقدم لكن لم نبلغ بعد الهدف المطلوب، بل لم نبلغ بعد الرقم اللي وصلناه في 2010. تمام. ضيف لهذا السياحة أيضا. إذا نحن نتقدم لكن مطلوب مضاعفة الجهد حتى نكون أمناء مع أنفسنا، وأن لابد من بذل جهود لزيادة الصادرات.
تمام. عندي ملحوظة أرجو أن تتقبلها. تمام. وهو أن دائما أتكلم عن معوق إيه معوقات التصدير. لما أكون أنا فتحت أسواق حرة مع أفريقيا والعالم العربي وأوروبا، أسواق إجمالي المستهلكين فيها 2000 مليون مستهلك، ده أظن أكبر إغراء لواحد يجي ينتج في مصر ويصدر. أه طب. لكن أين في عقبات كثيرة جدا طبعا، البيروقراطية وهكذا والتمويل والبنوك إلى آخره. لكن العقبة الرئيسية في رأيي هو أن السوق المصري ما زال مغريا للذي يبيع داخل مصر وليس في الخارج. العميل حجم السوق المصري يستوعب منتجات. لا. لو اتعمل صناعة. لا مش قصدي كده. انا بتكلم على الانتاجات الانتاج المصري. لهذا انا اعيب على الصناعة المصرية انها الى الان تصدر 6% مما تنتجه. يبقى اذا 96% من انتاج الصناعة المصرية بني على اساس انه يبيع في الداخل لانه لا يقتر على المنافسة في الخارج. ايوه. ولابد نعوضه. يعني ايه منافسة في الخارج؟ ماذا والا مش هيقدر يقوى على هذه الاسواق اللي فيها ناس زينا بيحاولوا يصدروا زينا واكثر. هي دي العقبه الرئيسيه، فلابد ان احنا بفتح السوق المصري للمنافسه نجعل الذي ينتج في السوق المصري يستوي عنده ان يبيع داخل السوق او خارج السوق المصري. وبهذا ستتضاعف صادراتنا خصوصا مع الاتفاقيات اللي احنا عاملينها والتي تعتبر اكبر عامل مشجع لاي من ينتج على ارض مصر، خصوصا المنتجين الجدد اللي بيرسموا خططهم للمستقبل. تمام. شكرا يا استاذ السفير ونلقاك ان شاء الله قريبا باذن الله. شكرا. نكمل عمرو بيه. يعني يمكن النقاط الاساسيه اللي احنا بنتحدث فيها هي مشكله الصادرات والحاجات اللي هي حصل فيها زياده معدلات النمو، انا قلتها اللي هي خاصه بالسياحه والقطاع المواد البتروليه والغاز من الحاجات اللي حصل فيها زيادات. ايضا انا كنت بتكلم على الصادرات والواردات، عندي مشكله في الميزان التجاري لان حتى لو احنا عندنا مدخلات تحويلات المصريين في الخارج السنه دي حوالي 25.1 مليار، العام الماضي كنا 26 مليار، فايضا هنا في انخفاض العام الحالي لكن فيها تحسن بنسبه كبيره جدا نتيجه المتحسن. طبعا بالنسبه ان انت لما جت قبل ما تحرر سعر الصرف لا كانت التحويلات منخفضه بشكل كبير جدا، فده نقطة لأن هي شريان الاقتصاد المصري الأساسي المدخلات الدولارية. فأنت ده رقم جيد جدا أنت قائم عليه. قناة السويس طبعا من أحد المدخلات الدولارية، بنوصل ل5.7 مليار دولار العام المالي الحالي، أيضا نتطلع في أكتر من 6.7 مليار، يعني 5.7، إحنا ما زدناش رقم كبير عن ما كنا عليه لكن نتطلع في أكتر من ذلك لو عملنا مناطق لوجستية وبدأنا نشتغل في تنمية محور قناة السويس نقدر نجيب أرقام أكتر من كده، قدرنا نجذب استثمارات في صناعة السفن وصناعة الطيارات، دول كثيرة مجاورة لينا جابت في أماكن عندها هذه الصناعات، لو قدرنا نجيبها في هذه الأماكن وفي قناة السويس هنجيب معانا رقم أكبر من كده. فأنا كنت بتكلم في حتة الصادرات، مش قادرين نفتح سفارتنا في الخارج، أيضا لها دور في مكاتب التمثيل التجاري. مكاتب التمثيل التجاري، وانا استدعيت قبل كده رئيس جهاز التمثيل التجاري ولم يعني ما خدناش ردود مقنعه، خاصه ساعه ما كانوا بيزودوا مرتباتهم بياخدوا مرتبات بزياده، وللاسف الشديد الانتاج ضعيف جدا. انا عندي في اكتر دوله لينا مكاتب وتمثيل تجاري في جميع دول العالم وعندي سفارات، للاسف مش قادر استغلها في تسويق منتجاتي، مش قادر استغلها في عمل برزنتيشن عن مصر وعن مشروعاتنا القوميه، مش قادر اعمل حتى كتب وترجمها بلغات مختلفه وابدا ادرس الاسواق هناك وابدا اخلي هي دي المرايه بتاعتي في مصر. عندنا شغل كتير محتاجه في هذا الملف. ما قدرناش نصدر عشان الكفاءه والجوده والكلام ده كله وحجم الانتاج اللي هي الصين وشرق اسيا بيعملوا انتاج اكبر مننا بمراحل فبيجيبوا اسعار احنا ما نقدرش نوصل لها. نبدا نشتغل على الواردات، انا بستورد ب 55، طب يا جماعه اللي بتصنعوا هنا ابداوا شوفوا الحاجات احنا بنستوردها من الخارج حاول تخف منها تديها للسوق المحلي، فابدا نشتغل عليها على الاقل ابقى بستورد مواد خام، لان انا بستورد كتير مواد خام، 90% من مواد الخام بتاعتي بستوردها من الخارج، حتى كمان المحاصيل الزراعيه انا بستورد 6 مليون طن قمح سنويه، ويمكن كمان لما كنا بنتكلم على انخفاض اسعار العالميه القمح انخفض، احنا كانت الحكومه مقدره 250 دولار في الموازنه انخفض وصل حوالي 220، فالمفترض هذكر بقى اثناء الحلقه يعني جزئية الموازنة هذكرها في النهاية على كيفية الموازنة تعود على المواطن بقى في النهاية بعد الجانب ده، لكن احنا ما قدرناش نشتغل على الصادرات، في حاجة اسمها احلال واردات، ابدأ اشتغل على الواردات بتاعتك. فكل المنظومة الاقتصادية دي الإيجابيات فيها معروفة والسلبيات فيها معروف، لو أنا بتكلم على القروض هخليها مع الموازنة أذكرها. تمام. طيب نرجع للدكتور. دلوقتي في نقطتين دلوقتي، يعني عايز اعرف منك حاجتين، انخفاض اسعار الغاز بالنسبه للمصانع
ده هيؤدي اكيد لتحسين السعر. طيب من النقطه الثانيه، وجود النهارده 14 مدينه جديده بتقام على ارض مصر، منها العاصمه الاداريه، مدينه سفنكس الجديده، اسيوط الجديده، المنصوره الجديده، مجموعه كبيره جدا المشروعات الانشائيه الاستثماريه التي تقام على ارض مصر. هل دي هتؤدي الى زياده العماله في المصانع، ان انت هتنتج اكتر عشان تقدر ان انت توفي حاجه السوق ده؟ هو طبعا انخفاض اسعار الغاز طبعا هيؤدي بالضروره لانخفاض اسعار سلع كتير قوي. تمام. لان هو الطاقه بتمثل جزء كبير جدا في الانتاج، في انتاج اي سلعه، معظم السلع بالذات السلع اللي هي كثيفه الاستهلاك. تمام. زي الحديد والاسمنت وصناعات الرخام وغيره، لان دي صناعات بتستهلك طاقه بشكل كبير، بتاخد طاقه كتير، او السيراميك والحراريات والطوب وكل شيء. فالماده دي بتمثل سعر الغاز، ده بيؤثر بشكل مباشر على سعر السلع. تمام. بالنسبه للمدن الجديده وحركه التنميه العمرانيه او التنميه الشامله اللي مصر بتنشدها في خطتها، بدون شك هتستوعب عدد كبير جدا من السكان والناس اللي هتشتغل في المدن دي، وهتبقى مدن جديده ومدن، يمكن يعني هتبقى مدن اكثر حداثه من المدن من السابقه. طبعا لانها كلها اغلبها معموله بنظم متطوره اللي كانت موجوده قبل كده. لكن انا عايز ارجع تاني لمنظومه الصناعه. الحقيقه ان معظم الدول الصناعيه في العالم كله لم تتقدم الا بالصناعه، لان الصناعه هي المحور الاقتصادي الرئيسي اللي يدور حواليه. عندك منتج يجيب لك عمله صعب. المحاور الاخرى. تمام. مصر فعلا صادراتها لم تتجاوز في يوم من الايام 50 مليار دولار، في حين ان دول تانية قدنا تقريبا في المساحه وفي عدد السكان بتتجاوز صادراتها 250 مليون دولار، وفي المنطقه دول مش بعيده. ممكن يكون عشان كان في الفترات السابقه، ويمكن عمرو بيكا لسه بيقول ان هم يهتموا بالتصدير. المنظومه الصناعيه يمكن الاستيراد. انت عندك مشكله في الاثنين، يعني انت لو انت مش عارف تصدر قلل الاستيراد، ولا عارف تحل دي يعني ولا عارف تحل ممكن تقلل الاستيراد وتصنع هنا وخلاص وتستهلك المنتج بتاعك. المنظومه الصناعيه في مجملها مرتبطه بامور اخرى كثيره. الحقيقه احنا برضو ابتدينا نتكلم عن حجم صادرات وحجم انتاج، وان احنا نقدر ننزل، يعني عايزين السلع تبقى في متناول المواطن وكده. احنا في 2016 كانت تقريبا كل المصانع اللي في جمهوريه مصر العربيه بتشتغل ب 30 و40% من طاقتها، لان ما فيش اي طاقه تشتغل بيها، فما كانش اصلا ما كانش فيه كهرباء، ما فيش غاز، ما كانش فيه مواد بتروليه، فالمصانع اصلا ما كانتش شغاله. كنا وصلنا في 2014 و2015 ان تقريبا المصانع بتشتغل باقل من 30%. كان عندك ازمه طاقه بالظبط. النهارده الحقيقه بعد ما حصل البنيه الاساسيه الكبيره في موضوع الطاقه والكهرباء وتوافر الغاز، بقى في مقومات اساسيه كبيره ممكن نبني عليها صناعه قويه، والصناعه بمجملها برضو 3 4 5 سنين ممكن نوصل للارقام اللي احنا عايزين نوصل لها. بالظبط. لكن تبقى لان الصناعه منظومه كبير، وقوانين، وبعدين مصنعين ومكن والات ومعدات واستثمارات. المشكله في القوانين بتاعه الصناعه الحقيقه ما كانش حصل عليها تحديثات من فتره كبيره جدا، واخرها يعني حصل طبعا مجموعه من القوانين طلعت، يعني قانون الضريبه على الدخل لسه لم يعني اعتقد انه في مجلس النواب دلوقتي لحد النهارده ما طلعش، لكن عندنا قوانين مثلا زي قانون التنميه الصناعيه. ده في تعديل عليه القانون ده، في تعديل عليه فعلا، قانون بتاع هيئه التنميه الصناعيه اللي هو بتاع الاراضي ومين هيبقى صاحب الولاء على الاراضي الصناعيه وكده. انا بالنسبه لي كمصنع طلع بس للاسف التطبيق، في التطبيق الحقيقه فيه مشاكل كتيره جدا، ويعني هي مشكله اللي انا قلتها مشكله التطبيق. مش عارف انت بتطبق ازاي، انت بتعمل قانون كويس بس الاليات بتاع التنفيذ هي اللي صعبه شويه. ما هو المشكله في ايه؟ احنا بنقول على روتين وبيروقراطيه. مين حد فينا مختلف ان الجهاز الاداري في مصر فيه روتين وبيروقراطيه؟ مش مختلف، كله معروف. حتى لو بيتحسن بس هياخد وقت. جميل. مش هيجي برضه فجاه. فطبيعي ان المسؤول لما بيجي حتى يتولى منصب، حتى بقى وزير مثلا، ما هو خارج من الجهاز وهذا الدولاب الاداري، فحتى لما بيجي ينفذ بيطبق بنفس الطريقه، فبيبقى فيها مشاكل، فما يقدرش يوصلك لهذه المنظومه اللي انت عايزها، ما يقدرش يوصلك للتطلع اللي انت تبقى عايزه. ممكن يكون عشان المنظومه بتبقى كبيره شويه فليها ترتيب. انا بس عايز يعني مثلا يعني مش 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 زي ما حضرتك بتقول، زي مثلا في الاستثمار في نظام الشباك الواحد،
هل في حاجات بقى في الاداريات بتبقى دورتها المستنديه طويله شويه فما يقدرش يعملها بالسرعه دي؟ لا خالص، انت بتحاول تطور عندك. المشكله عندنا يعني فتح الشركات بياخد وقت، الحصول على ارض والترخيص بتاعها بياخد أرض. وقت الحصول ويجو... على ارض صناعيه شيء يعني نادر. هناك مشكله طبعا، هناك مشكله لما يبقى في مثلا طرح على 120 قطعه يتقدم لهم 4000 طلب، يبقى في مشكله حقيقي، ولحد النهارده لم يتم البت فيهم بقى لهم دلوقتي 8 شهور او 9 شهور. اذا هناك مشكله. مشكله ان هم بيقولوا الناس، في بعض الناس بتاخد الاراضي وتسقعها وتعيد. ده كان متعرف عليه من 10 15 سنه. الموضوع حله بسيط، كانوا بياخدوها ويركنوها. وللاسف الشديد لو العرض زاد عن الطلب محدش هيسقع ارض ولا هيبيعها. النهارده واحد عايز يعمل مصنع يستلم الارض، يستلم الارض وما يتمش تمليكه الا في مده مثلا سنتين. اذا ما شغلش المصنع بياخدوا الارض ويسيبوها خلاص، وبعدين يبيعوها بقى بتاعته، واللي دفعه كمان ما ياخدوش. الموضوع سهل، لكن يجب ان يكون هناك اراده. انا من وجهه نظري ان اي حد عايز قطعه ارض صناعيه في ضوء منظومه، يعني في ضوء المنظومه بتاع الصناعات اللي حضرتك بتقوله، لما يبقى عندنا منظومه ورؤيه احنا في كل صناعه من الصناعات، من الصناعات عايزين كم مصنع وعايزين عدد انتاج اللي حضرتك بتقوله ده شكل الاستثمار العقاري. الاستثمار العقاري كان برضه بيقول لك الناس تاخد الاراضي وبتسقعها. لما عمل لهم المشاريع الجديده بقى في اراضي خلاص، ما بقاش في مشكله وبقت بقرعه. نفس القصه كانت يعني، مع احترامي يعني لهذا القطاع، وقطاع مهم ورئيسي وهو قاطر التنميه وبتشتغل وراه حاجات كتيره، لكن الاستثمار في القطاع الصناعي يجب ان يتم بحثه بشكل دقيق مره اخرى. الصناعي اهم من العقاري. طبعا طبعا، عشان الصناعه هتفضل موجوده، هو اللي بيوفر فرص عمل في النهايه. المستثمر مش هيجي، لان انت النهارده في الصناعه المنافسه بقت قويه جدا، فالمستثمر قبل ما يفكر يجي مصر بيشوف هل هناك فرص اخرى في دول اخرى جنبنا. الصناعي. انا كل كلامي على الاستثمار الصناعي وليس لي علاقه بالاستثمار في القطاع العقاري خالص. تمام. فالنهارده المستثمر اللي هيجي يعمل مصنع هنا بيبص على الدول المجاوره، هل الفرص هناك؟ النهارده لو راح دوله من الدول العربيه حتى ممكن يروح، ما يروحش من مكانه بالانترنت يقدر يحدد المساحه بتاعته ويشوف الاستثمارات بتاعته قد ايه وهو طالب ايه، ويتواصلوا معاه ويبتدي يشتغل فورا. عندنا ما زلنا القوانين اتغيرت، لكن ما زال التطبيق فيه مشكله، وهي مشكله مصر بصفه عامه كلها مش في القوانين. مصر عندها قوانين كتيره قوي وكويسه، لكن مشكله مصر في التطبيق، في التنفيذ. طيب نرجع لعمرو بيه، حضرتك ايه تعليقك على طرح شركات قطاع الاعمال في البورصه واعاده هيكلته؟ طيب ده موضوع يعني موضوع كبير، موضوع شركات قطاع الاعمال. للاسف الشديد اقتصاد مصر الحقيقي كان عباره عن 8 شركات او 9 شركات قابضه، بعد كده انفصلت شركه قابضه راحت وزاره التموين، 121 شركة كانوا بيمثلوا اقتصاد مصر في الستينات، منهم الحديد والصلب، الأسمنت، شركات النصر للسيارات، شركات عالمية كانت هي فعلا اللي كانت كل الدول الأجنبية كانت بتشوف مصر في بنظرة مختلفة عشان تشوف الطفرة الصناعية اللي مصر كانت عاملاها. للأسف من خلال الروتين، البيروقراطية، جوانب الإهمال، بعض التدخلات اللي حصلت عشان جت فترة الانفتاح بعد السبعينات وعايزين يشغل رجال الأعمال وعايزين الناس تشتغل، فكان كله على جيه على حساب شركات قطاع الأعمال. شركات قطاع الأعمال في الوقت الحالي في الميزانية الجديدة 18-19-20 للأسف الشديد كام؟ إيراداتها كام في الميزانية الموازنة؟ 4 مليار جنيه. 4 مليار جنيه دول ما يجيبهمش مصنع ولا شركة واحدة. يعني مثلا الشرقية للدخان كانت جايبة فائض 4.5 مليار جنيه. فتخيل ال 121 شركه يجيبوا 4 مليار جنيه، ده رقم هزيل جدا. الموازنه السابقه كنا 7 مليار جنيه، يعني كمان بنخفض. ولما جه وزير قطاع الاعمال قال لك ده انا جبت رقم ما حصلش في قطاع الاعمال لما جبت 7 مليار جنيه، قلت له انت حضرتك جبت رقم ده منين؟ ده الرقم ده بناء على تحليل سعر الصرف، ارتفعت باقي الاسعار والخامات اللي عندك فجابت لك الرقم ده. وبالتالي فعلا كان كلامي منطقي ومظبوط. السنه اللي بعدها انخفضت ايرادات قطاع الاعمال ووصلنا لهذا الرقم. طيب قطاع الاعمال انا دلوقتي كمنظومه هذكر معلش الموازنه فيها، لان الموازنه هي اللي بتحدد لي انا هعمل ايه. يعني احنا بنتكلم، لو بنتكلم في ميزانيتنا 19-20 بنتكلم ان 1574 مليار جنيه مصروفاتي، وبنتكلم ايراداتي 1134، عجز الموازنه عندي 440 مليار جنيه.
احنا معانا مداخله ناخدها بس. اوكي اتفضل. سريع كده. معانا مهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس اداره اتحاد المقاولين. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كنا عايزين ناخد رايك عن انخفاض مواد البناء الفتره الاخيره دي. بنشهد انخفاض في كثير من اسعار مواد البناء زي الحديد وزي الاسمنت. هل ده هيؤدي بانعكاس في اسعار العقارات؟ والله بالتاكيد طبعا، لان اسعار العقارات عباره عن ارض وعماله وخامات. تمام. الخامات لما اسعارها تنزل اكيد اسعار العقار هينزل ان شاء الله. حضرتك متوقع كده؟ بالتاكيد. طب وده يؤدي للازدهار اكتر في شغل المقاولات في مصر؟ لا، دي قضيه ثانيه. شغل المقاولات، قطاع المقاولات يعني ده القطاع اللي تحمل وشال ضريبه الاصلاح الاقتصادي كلها. ده شال كتير وما نطقش وما اتكلمش. قطاع المقاولات يعني قصدي ده هيخليه يشم نفسه شويه اعتقد يعني. بالتاكيد استقرار الاسعار على الاقل من زيادتها، هي مش انخفاضها، استقرارها بيخلي المقاول يقدر يبقى على قد حساباته. انما اللي حصل في الخمس ست سنين اللي فاتوا وتحديدا من 2016 ان الزيادات اللي حصلت في الاسعار نتيجه تحرير سعر ده نتيجه تحرير سعر الصرف. طب سعر الصرف الزيادات اللي حصلت دي كان لا يتحملها بشر، والدوله صح اتدخلت وتم التشريع قانون التعويضات، لان قانون التعويضات لم يعوض 50% من الخسائر الكفالات لشركات المقاولات الا انه قدر يعومها، يعوم الشركات قدر يعومها عشان تفضل مكمله. طبعا عشان تفضل مكمله. تمام. بعدها جينا في 2017 كان في زياده وقود كبيره من بس 30-40% من سعر الوقود. 2018 حصل، 2019 برضه حصل زياده في سعر الوقود. ده كلها بيمتصها قطاع المقاولات واثرت فيه نتيجه. بس احنا شايفين اهو يعني المؤشرات بتقول ان خلاص المواضيع ابتدت بقى تتظبط يعني. ان شاء الله المؤشرات ابتدت تتظبط. اسعار الخامات اللي حصل النهارده ان حديد تسليح لما تنزل من اول 2019 لغايه النهارده يعني ممكن يكون نازل في 15% من السعر اللي كان موجود في اول 2019. دي حاجه كويسه. طبعا. وبتصب برضه في مصلحه ميزانيه الدوله، المشاريع اللي بتحملها الدوله. طبعا في التكاليف. طبعا التكاليف حتى العقود اللي كانت مغرمه من قبل 2019، لان احنا النهارده بنتعامل بقانون الاسعار مرنه، وفي حاجه اسمها المعاملات. المقاول لما يحط سعره بيحط سعره في المعاملات، اسعار التكلفه او اسعار الارقام. المعاملات دي بتعتمد على الارقام القياسيه اللي بيصدرها الجهاز. اللي يقدر. تمام. فالحديد لما سعره بيزيد الدوله اللي بتدفع التكلفه نتيجه الزياده، لما في سعره بيقل او الخامات هم سعرها بيقل، دي بتوفر في من تكلفه المنشا مباشره. تمام. يعني مثلا لو ضربت مثلا انا واخد واحده ب 200,000 جنيه. تمام. وكانت الخامات عند مستوى اسعار معين، طب الخامات كلها نزلت 20%. ال 20% دول هيسمعوا في الاسعار، والواحدة دي لما هاجي اعمل ختامي بتاعها مش هيبقى 200,000 جنيه، ممكن يبقى 180,000 جنيه. هتقل شوية. طبعا. هتقل وهيبقى لمصلحة الخزانة العامة ومصلحة المطور العقاري ومصلحة المستهلك في الآخر. طبعا. وفي النهاية لمصلحة المستهلك. طبعا طبعا. شكرا. متشكرين يا باشمهندس الشمس. تمام. بنرجع عمرو بيه. هو موضوع الاسمنت والحديد واخد حيز عشان هو لسه اصل بقاله يومين عمال ينزل. لا وانا كمان يمكن ذكرت بين قبل الهوا احنا كنا بنتكلم في استدعاء لما استدعيت وانا سالتك انت قلت انا عارف الموضوع. لا اللي هو على اي نقطه على مواد البناء قلت لي بقول لك يعني انا استدعيت وزير التجاره والصناعه على الحديد وعلى الاسمنت، وخاصه ان الاسمنت لما باعت ثلاث شركات اللي هو طرحهم للبيع ب 160 مليون الشركه الرخص. وانا قلت له ده ايام رئيس مبارك بعنا الشركه ب 300 مليون وانت جاي بعد تحديد سعر صافي تبيع الشركه ب 160. فقال لك اصل ما فيش اسمنت مش شغال وده فيه فائض في الانتاج وبتاع. طب وكل ده والاسمنت كان راح بعدها قفز الاسمنت قفزه، ولا شفنا فائض في الانتاج ولا شفنا اسعار انخفضت. هو كانت كل السيناريو ان القوامير الاسمنت دي لازم تقفل. قفلت القوامير الاسمنت بدات اسعار كلها ارتفعت. فيعني
يعني ده ده دي قصه لوحدها. وسياسه الاغراق بتاعه الحديد اللي عملها 5 سنين، كان الطبيعي ان وزير التجاره والصناعه لما بيعمل سياسه الاغراق احنا عشان نوقف تركيا واوكرانيا والدول اللي بنستورد منها حديد عشان نشجع الصناعه المصريه، كانت بتتعمل 6 شهور نورمال يعني، عشان يمشي عشان تمشي وتبقى مخلي برضو اللي بيصنع ما يبداش يبقى معاه الرينج قوي ان يزود الاسعار. فجاه عملت له قرار ب5 سنين. طب ليه؟ طب ما حضرتك يعني 6 شهور وحشين، ما 6 شهور بتجددهم 6 شهور بس، بتحسسه المصنع هنا ان في يعني منافس ممكن يجي لك، ممكن افتح لك الاستيراد في اي وقت، يبقى ابدا ان انا ادخل لك، يبدا يبقى هو خايف من الاسعار. اول ما عملت له 5 سنين ما بقاش في كنترول على الاسعار الحديد. طب ندخل نتكلم سريعا على الموازنه. احنا قلنا مصروفاتنا 1574 مليار، ايراداتنا 1134، عجز الموازنه بيمثل حوالي 440 مليار جنيه. طب احنا عجز الموازنه يعتبر اقل عن العام السابق. ما انا اقول لحضرتك النسبه مئويه اقل، لكن رقما لا، يعني اقل ب 7.2% طبقا للاجمالي الاجمالي المحلي للاجمالي. لكن لو احنا قلنا رقم 440 كانوا السنه اللي فاتت كام؟ كانوا 434، فزادوا. لكن الناتج الاجمالي المحلي بتاعك اللي هو حجم انتاجك وشغلك ومصروفاتك زاد، فبتيجي تقيسه مئويا بيقل. طيب لو احنا بنتكلم على الديون لان هي السبب الاساسي، اي دين انا باخده على 10 سنين 20 سنه 30 سنه مش فيه فوائد بتتحط عليه؟ حتى لو فوائد صغيره او فوائد كبيره. طب خدمه الدين بتاعت الفوائد دي كام؟ هي اللي مبوظه لي الموازنه. خدمه الدين عندي 569 مليار جنيه، فلو انا باخد حتى لو على 50 سنه بس عليا اقساط وفوائد، عندي اقساط ديون لوحدها 276 مليار وعندي فوائد 569 مليار، يعني انا مطالب كدوله تدفع كل سنه ما بين 800 و900 مليار جنيه فوائد وقصاد ديون. يبقى طبيعي جدا اي دين بتاخده عليه مشاكل. فالسياسه بتاعه الاقتصاديه ما تنفعش انها كلها تبقى مرتكزه على الديون. طب لما نيجي نشوف الايرادات بتاعتي ال1134 هلاقي منهم 75% ايرادات ضريبيه، 856 او 900 856 مليار ايرادات ضريبيه. بمعنى كده الدوله ما بتشتغلش غير على الضرايب. طب المنشات بتاعتك وشركاتك اللي هو قطاع الاعمال بقى اللي المفترض كان يجيب لك فلوس 100 مليار، الشركات الحكوميه، الهيئات الاقتصاديه. يعني انا كان عندي مثلا كان عندي هنا كان احد الضيوف كانت استاذ سحر الضماطي. سحر الضماطي ده رئيس العضو المنتدب شركه مصر الجديده. هي عندها محفظه اراضي تقريبا ب 100 مليار محفظه اراضي بس. دي عوائدها الاستثماريه زي ما حضرتك بتقول حاجه مضاعفه جدا. ما هو ده اللي انا بنتكلم لو الشركات دي شغاله كويس، لو الشركات دي شغاله هتزق البلد. انا هسدد ازاي؟ ما هو خلينا بالمنطق كده، انا كل سنه عندي عجز 440 ومضطر انك تقترضهم برضو من الخارج او تقترضهم من الداخل، بس الداخل الفايده مرتفعه، لازم تزود بقى عوائد استثماريه. يبقى لازم تزود استثمارات وفي نفس الوقت تزود كمان ايراداتك. بالظبط. يا الا الحل الثاني كمان، وقلنا للحكومه بقى لنا 4 سنين بنتكلم فيه، يا ال 1500 مليار اللي كل سنه يزيدوا مصروفاتي دول، ما السنه اللي فاتت كان 1200 دلوقتي بقى 1500 كل سنه يزيدوا، يعني السنه الوحيده اللي كانت مقبوله لما اسعار سعر الصرف تغيرت، قلنا ماشي في باب في الموازنه المصروفات والايرادات والحاجات اللي هي الحكومه بتستخدمها زادت نتيجه تحليل سعر الصرف، لكن كل سنه مصروفاتي تزيد 200 و300 مليار ده رقم كبير جدا. فلما اجي اتكلم على الارقام لازم مصروفاتي كمان احجمها وايراداتي احجمها ازودها، فلو قدرت اعمل الجنبين دول انا كل دول العالم بتقترض، يعني مش اقتراض، لا الاقتراض ده حاجه بس تقترض تبقى بداخل بهدف محدد عارف ان المشروع ده هتشتغل عليه وهيكسب وتبدا تسدد من خلاله. طب انا دلوقتي عندي مشكله في الموازنه كلها، الموازنه دي اللي الدوله بتتحاسب عليها والمواطن بيتحملها، فاللي هو ايه؟ خدمه الدين. لاول مره على فكره دي تاني موازنه ان الحكومه تكون محققه فائض اولي. فائض اولي يعني ايه؟ يعني لو شلت خدمه الدين على جنب تلاقي ان الحكومه موفره 100 مليار جنيه. لما تيجي تحط بقى ال 569 تلاقي لا العجز 440. معلش عشان هو طب احنا بالطريقه دي حل؟ لا، لازم عندي استثمارات، لازم مصانعي تشتغل. وانت لو شغلت مصانعك وقعدت المنظومه الاستثماريه لقطاع الاعمال هتقدر تجيب دخل كويس يعادل المواطن. دي حاجه اساسيه. الحاجه الثانيه حضرتك ذكرت طرح في البورصه. انا عندي السنه دي مشكله في البورصه، انا عندي انخفاض كبير جدا في البورصه، حجم الاموال اللي داخله البورصه السنه دي بتمثل 7.9 مليار دولار، بانخفاض ب 65% عن العام الماضي، يعني العام الماضي كنا 12 وشويه، فالبورصه منخفضه ليه؟ لا فيها مشاكل كتير، دي عايزه حلقه لوحدها. يعني لكن في انخفاض في البورصه، هل ده الوقت المناسب ان انا اطرح فيه شركات في البورصه؟ وحط علامه استفهام. هو حسب نوعهم، ما هو في نوعيه شركات هي عاده الشركات اللي ليها اسد او اصول الناس بتبقى مش خايفه منها في البورصه. لا الشركات الناجحه بيبقى عليها فهي دي النقطه. يعني احنا يعني تم طرح كتير في وسط ازمات في البورصه وكان الكيرف بيبقى نازل وكانت الشركات دي بتحقق ماشي وتطلع. بس الهدف برضو لما انا معاك ممكن بس يتحط سعر عادل، اصل المشكله ان الاسعار بتحدد طبقا لثلاث شهور مضوا،
يعني بتشوف اخر ثلاث شهور فتبدا تحط الاسعار. طب ما البورصه واقعه بقى لها ست شهور، فاي احط السعر دلوقتي هجيبه منين؟ بس انا قصدي في وسط ان هي بتبقى واقعه زي ما الدكتور بيقول، في شركات معينه ما بتطرحها بيطلع تلاقي يعني حصل اقبال على شراء الدخان لما طرح منها نسبه معينه. وانا برضو اعترضنا يمكن في لجنه اقتصاديه وطلبنا باستدعاء الوزير عشان كانت البورصه ساعتها برضو متدنيه. واعتقد في مصانع معينه لو نزلت، يعني لو نزل مصانع زي الحديد والصلب او الاسمنت معظم الشركات الجديده ممكن، لان الشركات الجديده الشركات الجديده طبعا في هتطلع. بعض طبعا في شركات ممكن تطرح وهتطلع هيبقى عليها اقبال كمان واسهمها هتزيد يعني احنا البورصه محتاجه شغل كتير، لان دي هي الاستثمار الاجنبي الغير مباشر. الاستثمار الاجنبي الغير مباشر اللي بيجيب لي حصيله دولاريه ايضا في استثمارات وفي شركاتي وفي انتاج، ده برضو البورصه. فدي حاجه ما نخفلهاش، ويمكن انا كنت طالبت بعقد جلسه ان احنا نستدعي كل المسؤولين عن البورصه. ممكن في قانون قريب هيجي لنا للاوراق الماليه هنبدا برضو نفتح فيه هذا الملف، لكن ده برضو من الملفات الهامه. وطرح شركات قطاع الاعمال في البورصه او جزء منها انا شايف فيه محفوف بالمخاطر شويه. انا مع التطوير، مع تطوير شركات قطاع الاعمال هيكلتها الداخليه، مع ان انا دخل استثمار قطاع الخاص معايا يدخل يطور معايا، مع ان انا اجيب اداره اجنبيه او اداره قطاع خاص عشان ابدا اطور هذه الشركات واطور المنظومه. بدا وزير قطاع الاعمال يتكلم دلوقتي يقول لك انا هجيب شركه فعلا شركات خلاص اتطرحت، يعني مصر الجديده اتطرحت بالفعل. قال لك انا هجيب مصر الجديده كانت محطوطه في ضمن خطه الطرح، وشركه احد شركات البترول واحد البنوك كان في خمس ست حاجات محطوطين كده. هو بدا بالشرقيه للدخان في توقيت معين ولقى ان وعملت بومينج ويعني ما وصلش للرقم اللي احنا كنا اللي هو كان عايزه، فبدا يسحب الامور تاني. لكن البورصه لازم تشتغل لان دي احد مصادر الدخل ليك واحد مصادر الاستثمار الغير مباشر الاساسي ليها. فانا شايف ان المنظومه ككل لازم نشتغل عليها مع تخفيض الفائده الفتره الجايه، لان برضو معدل الفائده هيفيد الصناعه اكتر. واتمنى ان الصناعه لما تخفض لهم الفائده ينزلوا الاسعار، ما يفضلوش الاسعار متمسكين بيها. لا واضح انهم بينزلوا الموضوع يعني فك خلاص، يعني انا شايف ان برضو مش ده اللي المواطن محتاجه. حاجة اخيره، سعر الدولار في الموازنه مقدر ب 17.43 ماشي، يعني الموازنه دي معموله بسعر الدولار ده، وده خطا من الحكومه انها تضرب موازنه ما تبقاش عارفه ان الدولار هينخفض. حاليا الدولار 16.10، انا عندي فرق هنا في سعر الدولار لازم يخفض لي الاسعار، هيخفض الاسعار، يخفض اسعار الغاز والكهرباء والزيت والسكر والقمح المفترض يظهر معايا. بالاضافه الى ذلك سعر برميل بترول 68 دولار في الموازنه، مفترض سعر برميل بترول حاليا وصل 59-60 دولار، فانا عندي ايضا 8 دولار فرق. الحاجتين دول يفيدوا الموازنه الفتره الجايه، وانا طلبت باستدعاء وزير الماليه لمناقشته في هذا الجانب عشان ابدا احسن للمواطن الفتره الجايه. دعم البطاقات التموينيه ده لازم يتخفض اسعاره، ولازم نستدعي وزير التموين ايضا عشان حضرتك الاسعار في البطاقات التموينيه اغلى من السوق المحلي، لازم الاسعار دي تنزل. سعر القمح اللي انت كنت حاطه في الموازنه 250 دولار لازم ينزل 220 زي ما انت اشتريته. سعر الدولار اللي دربته على القمح لازم ينخفض معايا. كل ده لازم يشعر بيه المواطن، ده السريع مباشره، يعني المردود بقى بالزبط. طبعا تخفض له اسعار السلع التموينيه، تخفض له اسعار البنزين، اسعار البنزين مفترض تنزل معايا اكتر من 10%، هتتحرك تاني. لازم تتحرك معايا لو فضلت الاسعار ثابته على هذا الاساس. هي يمكن الحكومه في الثلاث شهور اللي فاتت تخوفت ان الاسعار العالميه ممكن تزيد فيقول لك مش هقدر ازود، لكن هو نزل نسبه بسيطه جدا وما نزلش السولار اللي هو السولار الاساسي اللي بيدخل في الصناعه وبيدخل للفلاح وبيدخل كل بيت وبيسوق العربيات النقل والميكروباص اللي هي بتوصل المواطنين. هو ده اللي بيحرك الجزئيه دي. بس دي اخر حاجه. متشكرين جدا يا سياده النائب. اشكرك. كان معانا سياده النائب عمرو الجوهري والدكتور كمال، تعبناك يا دكتور معانا، ومتشكرين لكم جدا طبعا على مشاركتكم معانا في الحلقه دي. اعزائي المشاهدين، هنا بتنتهي حلقتنا النهارده، الى ان نلقاكم السبت القادم التاسعة مساء، نلقاكم على خير إن شاء الله.